الناشط السوري غياث مطر أوقف في 6 سبتمبر وتوفي خلال احتجازه. جثته أعيدت لعائلته نهاية الأسبوع الماضي وعليها آثار تعذيب، كما يظهر هذا الشريط المنشور على النت. المعارضة تؤكد أن غياث كان أحد عناصر تنسيق الانتفاضة في دارية في ضاحية دمشق، وكان يدعو المتظاهرين لحمل الورود لمواجهة قوات الأمن، طريقة للتشديد على الطابع السلمي للحركة الاحتجاجية، كما تظهر هذه الصور التي التقطت في 22 يوليو. وفاة الشاب الذي كان ينتظر ولادة طفله الأول أشعلت غضب النشطاء السوريين الذين أرادوا إهداءه تحية وداع على الشبكات الاجتماعية. في الوقت ذاته الأشرطة التي تظهر التعذيب الذي يتعرض له المحتجون تنتشر على الشبكة. هذا الشريط الذي لم يتم التأكد من صحته يظهر رجالا بلباس عسكري وهم يعذبون سجينا. تقرير نشرته مؤخرا منظمة العفو الدولية يؤكد مقتل 88 شخصا في الاحتجاز منذ بداية الانتفاضة، أي منذ 6 أشهر تقريبا، والقمع متواصل في البلاد. هذه الصور التي نشرت على الشبكة نهار السبت تظهر جنودا يقومون بتوقيف معارضين في درعا ويدفعون النساء اللواتي يحاولن منعهم من فعل ذلك.